اتفاق. طب اقول لك على حاجه، ايه؟ عارفه جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخونك. مخمر بيخونني؟ اه. مع مين؟ مع مرات. وانت عارف؟ اه، ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منهم. اني هعمل لهم ايه؟ يعني ما فيش في قلبك نحراره يا بيه؟ اهدي. ايه؟ اهدي يا بيه، ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق. اه، جرح عميق ده عايش شاش وقطن ومخرخره. ده اه، ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي عايش شاش وقطن ومخرخره. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا ماشي. عندي دو. اهدي. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه، انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه، انت ايه اللي خلاكي تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه انا كنت بكلم في الموبايل. وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي. وهي كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. طفي معانا الشمع يا فاطمه. اسمعي كلامهم يا فاطمه. لسه اهو. ايوه. العربيه ولعت. حرام عليك، انا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك ايه يا فاطمه؟ ايه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له ايه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب اقول لك، عيد الحادثه تاني بس اخد دفعه. انا كنت بتكلم في التليفون. كنت بكلم واحدة صاحبتي. ايوه. كان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة. وبعدين قالوا لي يا فاطمة. ايوه. ما تطفي معانا الشمع يا فاطمة. ايوه. لسه اهو. في العربية ولعت. عمار يا ما. طب بقول لك ايه يا بت فاطمة؟ انت دخلت قلبي على فكرة. ثانية واحدة. كده يبقى دخلت الشارع صح ودخلت قلب. ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما. الحاجه هي يا استاذ محمود، القطن والشاش والمكركرو. ايه يا بنت كل ده؟ يا بنت كبرت الموضوع. واقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده عامل فيه ايه؟ دخل ايده. استاذ محمود، انا رحت للاسعاف، قالوا لي مش ولا من هنا ولا غرفه، ده احنا رايحين مشوار مع المطاف. بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا، انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا استاذ محمود. يا استاذ تعال يا مخيمر، تعال. وديت الاكل لمرتك والاربع رجاله اللي عندي اخدوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فاكهه دي. صح، عندك حق. ايه ده يا ده الراجل اللي في العربيه الثانيه؟ بسرعه يا لهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا. يلا 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 يا حبيبي يلا. يلا يلا يلا. ايه ده جاي يعمل حادثة ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ حاسس بنشاط؟ اه والله العظيم. انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثة. ايه ده؟ حادثة؟ اه. العربية، يا نهار اسود. الله يخرب بيت، ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربية، انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى، اهدى اهدى اهدى، معلش. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش، كويس إنها جت في الساق. ما أنا معيش فلوس أجيب عربية تاني. معلش أنت صرت. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. اهدى ولو حبيبتي تنام حبة أنا. ياه. طب ما حدش يهمدني. ماشي؟ ما حدش يهمدني. ايوه عشان حبيبتي. لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها، ما حدش يزرزروا. في ايه يا باشا؟ في ايه يا راي؟ عادي، كله في الشنيش، اهم حاجه الصحه. في ايه؟ ايه ده، الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. ما تقلقش انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟
ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى، انت مالك في ايه؟ اهدى ايه؟ انصب في عربيه يا جدعان. طب تعالى تعالى انصب في عربيه. طب اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما تحطش في دماغك خالص يا رب. يا ما حدش يهمني. تمام على الابو شكلك في الارض. يا تحد يكلمك؟ يا انا فاهم الحركات دي، فاهم الحركات اهو ايه اهو. تمام عشان بعرف اعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم محاشي زرزره. يا جدعان باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه ويبقى عيش وتمول. ليه؟ عشان يبقى عيش وتمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى، حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه. آه. ايه؟ عمال الفرهاد ده مسكين. حرام عليك جامد قوي يا مفتري. يا عم يستاهل ده، انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفضيه. طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتنا انا. خلاص معلش 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 بس اهدى. معلش يا حبيبي. ايه ده عشان مش ناقصين فرهاد؟ والله يا عم جد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جد جامدة. ايه لا تمام والله متى. ايه ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ يا ابني ايه؟ ايه يا بابا؟ ايه ده انت بتفتري عليا انا بس؟ ما هو رزعك بتاع انت بس بتاعت مين اللي كانت سايق العربية دي؟ الزفتة دي؟ الزفتة. معقولة هيبتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهاردة؟ غريبة والله العظيم. انت كنت شاربه يا بنت عشان تعملي حادثه زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعه. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجاله في المنطقه ولا؟ تعالى يلا هنا. تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهه يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهه وامرنا الى الله. ماشي يلا بسرعه. تعالى يا اختي. بس تعالى ريح انت يا باشا. تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى اهدى. اتفضل في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش وحشني والله. اهدى ايه؟ اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع. دي حاجه يا جدع تجن الجن وتعفرط العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله. ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو. آه. انا عايز دلوقتي اروح الكوبانيه الميه عشان ابلغ. عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانيه وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش. حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك ان شاء الله. متاكد؟ اه ان شاء الله. انا رايح اهو. روح. عم شكشك. ايوه. الست عم تقول لك الميه جت. الميه جت. المويه جت. احتكم العمر وهستحب هستحب هستحب. مين الراجل اللي عامل دجله الصابون ده؟ معلش ده عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شويه متخلفين في الحاره عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت اللي خلاك تيجي تعمل حادثه هنا؟ الحادثه صح؟ العربيه يا جدعان العربيه. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى. انا نفسي افهم حاجه واحده بس. انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناه الحياه الساعه 7. ايه يا ابني وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني؟ في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي. انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمه حمراء؟ اه. انت فلاح يلا صح؟ اه. وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا. ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه. ايه؟ تعالى نتاكد من عناصيا ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاد. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يلا بينا يا سلام. يلا خد تمول بقى. خد تمول بقى. والله ما هاخد. يلا بينا. لا شوف We'll be right back.
مصر. يا محمود يا محمود، هو راح فين؟ سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق. بخ ايام الاغنيه. بقول لك ايه، انا عايز حساب التوك توك، خليني امشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي اهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ اه. حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب هو جاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان، حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني؟ يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي. والله ليه يعني؟ عشان اللي اخترع التوك توك ده كان بيوصل الناس ويجي يقولوا له خد فلوس، يقول لهم توك توك مش عايز. ما حصلش. ايه ده يا ابني؟ ما تاخدش فلوس يا ابني، انت توصل الناس بالمقايضه يعني. مقايضه؟ اه يعني انت تجيب رز نديك بيض كده يعني. تعال 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 تعال. انت بتشرب سجاير؟ اه بشرب سجاير. طب يا عم وانا ابوك. حاضر. تعال، عايز سجاير ايه؟ هات ملبور احمر. خد يا سيدي. اه هات. ايه ده؟ طب بص، ممكن تبدلها لي بريت اصفر؟ عايز ميريت اصفر؟ حاضر يا سيدي، خد بس. تمام شكرا. هات بقى فلوس الميريت الاصفر. ما انا بدلتها بالمارلبور الاحمر. طب وفين فلوس المارلبور الاحمر؟ هدفع حاجه ما خدتهاش. صدق صح، انت اديتني دي مكان. لا يبقى انا خد خد حقك يا عم، خدها دي اهي كمان علبه مارلبور احمر. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب ميريت اصفر. ايوه صح صح، خد ميريت اصفر اهو. خد ولا تاخد مارلبورو؟ خد مارلبور. لا هات ميريت. عايز ميريت؟ اه خد ميريت اهو. ماشي الحمد لله، قربنا نكبر اهو الحمد لله. طب خد دي الغلبانه دي، هتقعد حزينه كده عشان كليوباترا. خدها. لا انا عايز بوزو. عايز مين؟ عايز بوزو. بوز عمك علي؟ اديله بوزك يا علي، اديله بوزك يا علي. خد يا ابني اهو بوزو. انا عايز بوزو اللي بيتاكل. امال ده ايه؟ لا ده ما بيتاكلش. عايز بوزو ايه يا ابني؟ هو كده حلو قوي صح كده علي؟ كده جبرنا الحمد لله، احنا نقفل السوبر ماركت خلاص، خلصنا الحمد لله. ايوه يا علي، بس انت مش فاهم حاجه. الف ب تجاره ما حدش يجب عليه. استنى اهو، خد المارلبورو الاحمر بتاعتك، مش عايزين منك حاجه. يلا بقى اتكل على الله. احنا كنا جايين ليه؟ ايوه فين البنت اللي كانت عامله حادثه هنا اللي هي ام هناء؟ ام شيرين. ام هناء، انا قصدي جايب نمره امها، لان امها كنت اعرفها سنه 1942، واخد بالك؟ فهي معايا ايه؟ نمرتها. يا نمرتها معايا انا. هي فين هي البنت؟ انت عايزين البنت اللي عملت حادثه هنا؟ اه طلعت عند فكيه فوق. عند فكيه؟ اه. طب تعالى نطلع بقى نوريها امها. تعالى انا مسجلها، هي ام البنت اللي عملت حادثه. يا رب ارزقنا بالبهايم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. لو سمحت، تالتة مكيفة هنا ولا هنا؟ ده على أساس إيه؟ مش ده قطر أسيوط؟ آه أنت صعيدي؟ عرفت عشان رايح أسيوط. اركب اركب، هو ده القطر. يلا بينا. طيب. بس بسرعة والنبي يا بلدينا. ما تقلقش. بسرعة عشان متأخر بس. حاضر. توش توش. الله، المنيا حلوة قوي يا اسطى. ألف شكر يا بلدينا، السلام عليكم. خد يا عم أنت الحساب. لا أنا كسكرتي طلوع ونزول. لا حضرتك راكب إيه ده؟ حضرتك راكب في مكان سبيشال عربية السواق، يعني حضرتك المفروض يعني اتقدمت لك وجبة إفطار. لا ما فطرتش والله. حضرتك صحيت الساعة كام؟ أنا صاحي الظهر. الفطار من 7 ل 9 أنا آسف. لا أقنعتني، إيه ده؟ هيئة سكة اتطورت خالص. ألف شكر يا أمير. ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام. إيه ده؟ أنا في شارعنا. ده نصب عليا ولا إيه؟ أنا لازم أروح القسم. تاكسي. أيوه القسم والنبي.
الا وين بيبان التاكسي ده اصلا؟ لسه عامل حادثه والله دلوقتي حالا. طب بسرعه بس والنبي يا ابوه. حاضر يا باشا. الله المطافي حلوه قوي يا اسطى.